بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ودارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. اغفر لنا ولسائر المسلمين ذنوبنا، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا نحن وهم جميعا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير وفي بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 62، حديث الاستخارة في الأمور. ومعلوم أن صلاة الاستخارة من السنن المؤكدة إذا شرع الإنسان في فعل أمر يحتمل الطرفين، يحتمل الطرفين يعني من الأمور المباحة، لكن ما ينفعش يستخير عشان يصلي ولا ما يصليش، ده أمر واجب. فالأمور الواجبة لا استخارة فيه، والأمور المحرمة لا استخارة فيه، محرم ما عملوش خلاص، واضح؟ وكذا الأمور المكروهة لا استخارة فيه، والأمور المستحبة من قبل الشرع لا استخارة فيه. فالاستخارة في الأمر المباح مستوي الطرفين، يعني تفعله أو لا تفعله، وأنت مش عارف الخير فيه، آدي الاستخارة تبقى في هذه الحالة. والاستخارة عبارة عن ركعتين تصليهم من غير الفريضة في وقت ما يكونش فيه كراهة صلاة. تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك وأنت على هيئة التشهد بعد التسليم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الدعاء اللي احنا هنقرأه، وبعد كده تشرع في الموضوع. لقيت في خير وانشراح صدر وتيسير فبها ونعمت، لقيت صدود وانصراف صدر يبقى ايه اتركه، لكن لا تنتظر رؤية او منام، مش شرط. في ناس يقولك لازم بقى ايه يعمل استخارة وينام، عايز يشوف يعني النتيجة بتاعتها في المنام، مش شرط، لا يشترط المنام يعني ولا الرؤية، خليك من اهل الواقع، فالواقع اقوى من المنام. ليه؟ لان المنام لا ضبط فيه، بتشوفه وانت غافل، انما الواقع بتشوفه وانت يقظ ضابط، فقد يقع الخلل في المنام من الرأي لا في الرؤية بل من الرأي. الخلل يقع في ايه؟ من الرأي لا في الرؤية، الرؤية حق، لكن اللي بيراها مين؟ غافل نايم، ممكن يعبرها غلط ويفهمها غلط. فانت تمشي مع الواقع اقوى، واخد بالك؟ دي نقطة هامة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها،
كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، يبقى مش أي أمر هنا، الأمر مستوي الطرفين، فيخرج الواجب والمستحب والمكروه والحرام، يتبقى المباحث. أتجوز ولا ما أتجوز؟ أتجوز دي ولا أتجوز دي؟ أشتري البيت ده ولا أشتري البيت ده؟ أشتري السيارة دي ولا أشتري؟ وهكذا في الأمور مستوية في الطرفين. واضح؟ أعمل شركة مع فلان ولا ما أعملش شركة مع فلان؟ أحج مع الشركة الفلانية ولا مع الشركة العلانية؟ لكن ما بستفرش إن أحج ولا ما أحجش، لا. لكن أحج طيران ولا بالبحر؟ ولا بالبر؟ ولا بالخطو؟ من أهل الخطوة أنا. فيستخير في مثل هذه الأمور اللي هي فيها تستوي الطرفين، الأمر المستوي الطرفين. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى يدخل فيها السنن الرواتب، يعني ممكن مع السنة الراتبة تنوي مع استخارة. أنت بتصلي سنة المغرب تنوي مع استخارة، تصلي سنة الفجر تنوي مع استخارة، بتصلي سنة الظهر تنوي مع استخارة، بتصلي تحية مسجد تنوي مع استخارة، سنة وضوء بتنوي مع استخارة، سنة إحرام تنوي مع استخارة. يعني المهم تبقى حاجة من غير الفريضة. مخلص كل السنن اللي عليك يبقى خلاص محض ركعتين بنية الاستخارة، ده السر. ثم ليقل، الدعاء بقى اللي هيقوله بعد ما يسلم وهو على هيئة التشهد، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، أو ده شك من الراوي كويس، لكن هو النبي قال حاجة من الاثنين، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، في رواية تانية ويسميه، هذا الأمر يسميه، في رواية تانية إلى إيه ويسميه، يعني دخول الامتحان في هذه الفترة، وانت ساعات يبقى عندك امتحان مرة دي، ممكن تأجل الامتحان مثلا، في اختيارين، يأجل ولا يدخل. قدامك وظيفتين، وظيفة في الحتة الفلانية ووظيفة في الحتة العلانية، تقوم ايه تسمي الحاجة، خدت بالك؟ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته، أي ويسمي حاجته في الآخر، يعني إيه؟ ما يقولش هذا الأمر، يسمي الحاجة، زوالي من فلانة، شرائي الصفقة الفلانية، دخولي في المشروع العلاني، شراء السيارة الفلانية، كل الحاجات اللي هي إيه، الأمور اللي هي فيها نشاط بيعمله الإنسان في حياته ويكون مقبل عليه وخايف ليكون فيه شر، يقوم إيه يعمل فيها الاستخارة. ظاهر الحديث يدل على الحظ على الاستخارة المذكورة، يعني عايز يطلع مراته، الطلاق مباح، هو خير الحلال عند الله، أبغض الحلال عند الله إيه؟ يعني حلال، يبقى ممكن أنا أستخير مراتي مضايقاني شوية، فما تسرعش أروح أطلعها على طول، يمكن ربنا هيهديها في المستقبل، فلما نخرج دي فهو مستخير، هطلق ولا ما أطلقش؟ فهمت؟ ليه؟ لأن الطلاق مباح حلال يعني، فيدخل فيه الاستخارة. فهمت ازاي؟ لكن في ناس تطلق بسرعة كده، وبعدين يندم وفي الآخر يروح قدام دار الإفتاء يقول أصل كان قصدي ومش قصدي. طب وأنت ليه عملت بسرعة؟ ما تصبر شوية، أول ما يحصل لك حاجة استخير مرة واثنين وثلاثة، ومش شرط تعمل استخارة وتجاوب على طول.
يعني ممكن تقعد سنين تستخير في حاجة، ممكن تقعد سنين تستخير في حاجة. أنا قعدت 3 سنين مرة أستخير، أسيب تخصص جراحة الترميل وأدخل في جراحة الأوعية الدموية ولا لأ؟ بعد ما خلصت الماجستير كنت بشتغل جراحة عامة وجراحة الترميل 6 سنين من عمري الأولانية، وبعد كده لقيت نفسي سجلت دكتوراه في جراحة أوعية دموية. فأنا بقيت أستخير، يا ترى أغير التخصص ولا ما أغيرش التخصص؟ وشغال في التسجيل برضه مش معطل حياتي، بس بستخير 3 سنين لحد ما بان لي ان انا غير التخصص. فغيرنا، فهمت؟ ما يجراش حاجه، يعني مش شرط ان يبقى تستخير ويبان النتيجه بكره، مش شرط، تمشي في الموضوع. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول استخرت في امر 11 عاما، قاعد 11 سنه يستخير في امر، لان مش كل الامور ملح، في حاجه ممكن تعملها براحتك، واخد بالك؟ مش على سبيل الفور يعني. فبيقول هنا ظاهر الحديث يدل على الحض على الاستخارة المذكورة في الحديث والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول قوله في الأمور، يعلمنا الاستخارة في الأمور، شوف في الأمور كلها. وقوله في الأمور هل هو على عمومه أو هو عام والمراد به الخصوص؟ محتمل، أصل الألف واللام في لغة اللغة العربية بتحتمل إنها تبقى إيه؟ للجنس أو للاستغراق أو للعموم. أما تحط الألف واللام قدام أي اسم يحتمل إن جنس الجنس، وتحتمل استغراق هذا النوع، وتحتمل العموم المطلق، واخد بالك؟ فقال الأمور هنا حاطط فيها الألف واللام، الأمور، الألف واللام دي شيء عام ولا ده عام ويراد به خصوص؟ فهمت بقى ازاي؟ فدي ادي طريقه تفكير العلماء، يمسكوا حديث النبي حرف حرف وكلمه كلمه عشان يفهموا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، والوحي حق، والحق لا زيغ فيه، فكل حاجه مقصوده. النهارده في جريده الوطن في صحفي كاتب النبي يغرد على التويتر، دي كلمة يغرد، النبي يغرد، التغريد دي لفظ حديث يدل على رؤى شخصية للأحداث المعاصرة، كل واحد بيعبر عن رؤيته الشخصية ورأيه الشخصي، فيقول لك غرد على إيه؟ على صفحتي في التويتر. إنما تقول النبي غرد، هو النبي له رؤية شخصية ولا ده وحي؟ فما ينفعش إساءة أدب. سيتأدب أياما، سيتأدب في جريدة الوطن النهارده. بس أنا كتبت له رد وبعته له على الإيميل بتاعه وفهمته، لأن الدين النصيحة. فقلت له لا يصح أن تقول النبي يغرد، لأن النبي قوله ليس كقول البشر، فليست رؤى شخصية. النبي يقول الحق وهو يهدي السبيل. كلام النبي وحي فلا يليق. وبعدين كتب كمان محمد ابن عبد الله، ما قالش سيدنا ولا النبي ولا قال بعدها صلى الله عليه وسلم كمان. ايه ده؟ احنا بقينا فين؟ فهمت؟ فقلت له كمان لا يذكر النبي الا بلفظ السياده، واذا ذكر لابد ان تصلي وتسلم عليه وعلى الآل. يبقى اخطا 3 اخطاء. اول خطا ان يغرد، والتغريد رؤى شخصية، فهمت ازاي؟ على أحداث معاصرة، ولا تعبر إلا عن رأي قائلها، وقد تكون خطأ وقد تكون صواب، مش كده برضه كلمة التغريدة؟ إنما النبي كلامه حق واحد، دي أول خطأ. الخطأ الثاني قال محمد حاف كده، والخطأ الثالث ما قالش صلى الله عليه وسلم لما ذكر، شوف كم خطأ. وبعد كده كتب احاديث حلوه بقى جميل، كلام النبي يعني، واخد بالك؟ هو نقل كلام النبي في الاحاديث الصحيحه وحطها على ايه؟ على صفحته في تويتر، بمناسبه شهر رمضان. ما يجراش حاجه حطها، بس ما تقولش النبي يغرد، ده انت اللي بتغرد، انما النبي لا، النبي يقول الحق. فناخد بالنا من الحاجات دي. عشان كده شوف الشيخ بيقول لك النبي بيقول الامور،
الالف واللام دي النبي يقصد فيها ايه؟ هل هي عامه ولا خاصه ولا مطلق جنس امر ولا ايه بالظبط؟ لانه عارف ان النبي بيقول حق، فلازم الحق ده ناخده حرف حرف وكلمه كلمه، ما نهملش حاجه نفهم. لكن احنا ممكن نقول اي حاجه، تسمع نص الكلام وتطنش ربع الكلام وتعدي الباقي من الودن الثانيه وماشي قاعدين بنهرج. لكن النبي لا، كلام النبي كلام حق. عشان تعرف تشوف الأمة بقى تناولت كلام النبي ازاي، لا تحترمه تفهمه حرف حرف كلمة كلمة جملة جملة. يعني الأول ابتدي على مستوى الحرف، وبعدين على مستوى اللفظة، وبعدين على نفس اللفظ وعلاقتها باللفظة اللي بعدها، تديني جملة مفيدة ثم أستنبط منها أحكام. شفت؟ لأن ده كلام النبي، فهمت؟ ده النبي بقى يا سيدي لازم نعظمه نوقره. ولما نيجي نتكلم على الأمرية نختار الألفاظ والجمل المناسبة لمقامهم العالي. فما ينفعش نقول كده الكلام. كان زمان يقول لك إيه؟ يعني النبي ده عبقري، ما ينفعش تقول عبقري. النبي ده ذكي، ما ينفعش تقول ذكي. النبي ده نبي، فوق الذكي والعبقري وفوق كل الحاجات، فما ينفعش تقول الكلام ده. فهمت بقى إزاي؟ مفيش بعد النبوة مقام. وان كان النبي لابد ان يبقى ذكي، ولابد ان النبي يكون ايه كمان مبدع، ولابد ان يكون حكيم وفيلسوف، ولابد يبقى ليه رؤيه شامله ورؤيه خاصه. لابد، لكن ما وصفوش بهذه الرؤى الجزئيه، ده اجتمعت فيه كل الكمالات. فيكفي اقول النبي بس، النبي قال. ولا اقول بقى المهندس ولا الفيلسوف ولا الحكيم ولا الحاجات دي خالص. فهمتوا بقى ازاي؟ فلما نتكلم على الانبياء لازم نتكلم على الانبياء باحترام. عشان كده عابوا على العقاد رحمه الله لما كتب كتاب سماه عبقريه محمد. ما يصحش. انت قلت عبقريه الصديق ماشي، عبقريه عمر ماشي، انما تيجي في محمد تقول عبقريه، هو محمد ده زي بقيه الناس؟ ده نبي، ده نبي يا استاذ. فعابوا على عقاب، مع انه كاتب كلام حلو جوه الكتاب، بس ما كانش يصح يصفه بهذا الوصف. فناخد بالنا ان احنا لازم ناخد بالنا عندما نتكلم على النبي ازاي. ربنا بيقول تعزروه وتوقروه، بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بيقول من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي اشد حرمه من كل شيء. ده النبي خلق الله به الاكوان وله الاكوان. خلق به لانه ارسله رحمه للعالمين، وخلقها له حتى يظهر سيادته. فازاي بقى انت تعتبر النبي كده انك بتتكلم عليه راجل جه ومات وخلاص وانتهينا ودفناه؟ ما هم الوهابيه بيعتقدوا النبي كده، راجل جه وجاب لنا القران وبعدين دفناه ومات وخلاص. مع السلامه. هم الوهابيه يعتقدون كده، شو يعتقدون كده؟ وابوهم في النار كمان. اعتقادهم غريب الشكل. فدول لسه ما عرفوش النبي على وجه الحق. ده لم يروا من النبي الا البشريه. وعلشان كده لما زاعت هذه الثقافه الوهابيه بقت الناس لما تيجي تتكلم عن النبي ما لا توليه كمال الاحترام بسبب الثقافه الوهابيه الشائعه. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا. وهي العلمانية هي دي، عارف العلمانية ايه اساسها؟ انه لا مقدس. اصل العلمانية كده. مش العلمانية حكم الناس للناس ولا الشعب فيها. غير ما فيش حاجة مقدسة. كل شيء تداس وتتناقش وتنكر وتنقد. مفيش حاجة اسمها مقدسة. حتى القرآن يتناقش كنص ونبتدي ننقده كأنه نص شعري. والأنبياء يجوز عليهم فعل الكبائر والصغائر قبل البعثة. وبعدها ممكن أحيانا إلا أن الوحي يقومهم، اعتقادهم كده. شوف قد إيه؟ ما عندهمش مقدس. أصل العلمانية كده. فالعلمانية لما انتشر الفكر العلماني ما بقاش فيه مقدس. يعني كان اجيال زمان لما نيجي نقرا في الكتب يقول لك كان الناس تقابل ايد الشيخ وش ابوه والعم وعمه وجده. دلوقتي في ناس كتير تستنكر جدا ان يشوفوا واحد بيقابل ايد واحد. استنكرها جدا. ايه ده؟ احنا مش عايزين عباده الاشخاص بقى. والله بيقولوا كده.
مع ان احنا ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا ويرحم صغيرنا، مش كده؟ توقير، احترام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ايدين الناس، قبل ايد ستنا فاطمه وهي بنته، وقبل ايد عامل بسيط من الانصار ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي، لقى ايده خشنه من العمل فقبلها النبي وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. يعني النبي قبلت يده وهو قبل يد الاخرين صلى الله عليه وسلم. فايه بقى حكايه تقديس الاشخاص دي؟ هم يقول لك كده، لا احنا عندنا بقى الاشخاص محترمه، كرمنا بني ادم محترم، وينزل للكعبه وهي مقدسه عندنا ويقول حرمه المسلم عند الله اشد. اذا كانت الكعبه انت بتقبل فيها الحجر، يبقى المسلم من باب اولى لان حرمته اشد، تقبله ده، واخد بالك؟ وتلمسه كده وتمسح عليه ببركه، المسلم ده بركه، اه والله بركه، زي ما بتلمس كده الحجر الاسود وتمسح على صدرك، واخد بالك؟ تمسح على المسلم كده وتمسح على صدرك تزداد ايمان. هو المسلمين دول هينين؟ الناس اللي حافظه القران الذاكره العابده، اللي يوم ما يعمل معصيه يبقى ضميره مأنبه وعايز يتوب ومكسوف من ربه. هذه المعاني مش موجوده في الا عند المسلمين. فالمسلم عند الله يبارك، فناخد بالنا من الحاجات دي كلها. العلمانيه بقى جت تمسح كل الحاجات دي، مفيش حاجه اسمها تقديس الاشخاص ولا تقديس النصوص ولا تقديس الكتب، كل شيء قابل للمناقشه. فوضى هي، واذا ما فوضى خلاقه. فاثر العلمانيه ان واحد يقول لك قال محمد بن عبد الله، وما يقولش صلى الله عليه وسلم، ما يقولش سيدنا، ولا يقول النبي. وكتير قوي تسمعها حتى على المنابر، والله حتى على المنابر تسمعها. ده دي بقى عدوى العلمانة. الظاهر واحد كان مريض بالعلمانية فعطس في وشه فتعب، فهمت ازاي؟ فاوعى واحد علماني يعطس في وشه. لازم، ما هو النبي بيقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذروا القذر بالقذر. فانت ما تمشيش ورا الناس كده، اعرف الصح فين تمشي وراه، سواء كان قدامك ناس ماشيين فيه او المكان ما فيش غيرك، امشي في الصح ولو كنت لوحدك. شوف قد ايه، انما ما تغتربش بجموع الناس ماشيه ازاي، هي مش قطيع هو، فاهم؟ فين المساله؟ خلينا هنا. الوجه الاول قوله في الامور، يعلمنا الاستخاره في الامور، هل هو على عمومه او هو عام والمراد به الخصوص؟ محتمل، لكن الاظهر انه عام والمراد به الخصوص، بدليل ان الواجبات مطلوبه، فما ينفعش استخير في شيء واجب. استخير اسمع كلام ابويا ولا اعصي ابويا؟ ما ينفعش، فيهاش استخاره، اسمع كلام كلمه واحده. استخير اذي المسلم ده ولا الانسان ده ولا ما اذيهوش؟ ما ينفعش، حرام اذيه الناس. اعذبه ولا ما اعذبوش؟ حرام، ان الله يعذب من عذب الناس يوم القيامه. فهمت؟ مفيش استخاره في المحرمات ولا الواجبات دي. يبقى كان النبي قال الامور ويقصد الامور مستويه الطرفين. انما اللي مبني، لا اللي ليها حكم ظاهر هستخير عليها، هغير حكمها. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من الحته. بدليل ان الواجبات مطلوبه، فان اتى بها والا عوقب تاركها فلا يستخار فيما هو العذاب على تركه، والمحرمات ايضا ممنوع فعلها والعذاب معلق على فعلها، وما العذاب معلق على فعله فلا استخاره فيه. فالذي تكون فيه الاستخاره امران، اما نوع المباحات وهو ما اذا اراد الشخص ان يعمل احد مباحين ولا يعرف ايهما خير له جازت له الاستخاره ليرشده من يعلم الامور وعواقبها على ما هو الاصلح بحق، يعني يرشد الله، يعني اللي هو يعلم الامور على حقيقتها. وما نوع المندوبات وهو ان يخطر لاحد ان يفعل احد المندوبات ولا يعرف ايهما خير له فيستخير. واما نوع المكروه فمكروه ان يستخار فيه، فعلى هذا هو لفظ عام والمراد به الخصوص كما ذكرنا، وهذا هو في اللسان كثير. وقول كما يعلمنا السوره من القران احتمل ان يكون الشبه من جهه حفظ حروف، يعني كما بشد، يعني الاستخاره دي زي القران بالظبط، يعني في قدسيته، ولا ايه؟ تشبيه، تشبيه في قدسيه الامر، ولا في حرفيه الدعاء، ولا ايه بالظبط؟ ولا في حفظ هذا الدعاء، حفظ كما تحفظ القران فلا تغير فيه حرف،
يعني كمل التشبيه ده تشبيه على ايه؟ احتمل ان يكون الشبه من جهه حفظ حروفه وترتيبها، ولا يبدل منها شيء بشيء، كما هو القران يقرا بالفاء والواو. القران مثلا يجي الشيخ يقول ايه؟ فانهم لا يعلمون، وهي الايه انهم، يقوم الناس ترد ان، مع ان الفرق ما فيش فرق في المعنى يعني، لا بس القران كده، لا تزود حرف ولا تنقص حرف، هي كده. القران لازم بالنص، مش كده برضه؟ يقرأ بالفاء والواو، لأن العلماء لم يختلفوا أن القرآن لا ينقل ولا يتلى إلا على وضعه بالفاء والواو، يعني بالحرف. واختلفوا في نقل الحديث، فقيل هو مثل القرآن، وقيل يجوز أن ينقل بالمعنى إذا فهم، فيكون مراده عليه السلام بهذا الحديث أن حكم القرآن لا يغير عن وضعه. واحتمل أن يكون أراد منع الزيادة على تلك الألفاظ والنقص منها، واحتمل أن يكون الشبه في عدم الفرضية، لأن كما يعلمنا الصورة من القرآن، والصورة من القرآن سوى الفاتحة مش فرض، سنة. كأنه يقول لنا دي سنة، زي ما مسائل سوى القرآن إلا الفاتحة فهي سنة، تعلمها سنة، الفاتحة بس اللي هي فرض في القرآن كله عشان تصلح بها الصلاة، لكن باقي سوى القرآن سنة. فما يقول كما يعلمنا الصورة في القرآن يعني سوى الفاتحة كأني سنة، يعني كأن الاستقرار يقول لك يعني سنة. فهمت إزاي؟ واحتمل أن يكون الشبه في عدم الفرضية، لأن السورة ما عدا أم القرآن تعلمها من طريق المندوب، لأن ما في القرآن فرض تعلمه إلا أم القرآن، عند من يرى أنها فرض في الصلاة، اللي هم مين؟ الشافعية والملكية والحنابلة. وأم القرآن كده، طب ما الأحناف يروا في إيه؟ يروا أنها واجب مش فرض، فتحة واجب مش فرض، واخد بالك؟ يأثم لو تركها مع القدرة عليها وصلته صحيحة، ده عند الأحناف. يعني افرض واحد قال الله أكبر وقرأ مثلا سورة قل هو الله أحد وقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وركع، ما قراش الفتحة، صلاته صحيحة مع الإثم عند مين؟ عند الأحناف. صحيحة بس يأثم لأنه ترك واجب، وصحيحة ليه؟ لأنها مش فرض. فهمت؟ لكن عند باقي المذاهب صلاته باطلة، لأن لا فرق بين الفرض والواجب عندهم، عند باقي المذاهب. فهمت بقى المسألة؟ عند من يرى أنها فرض في الصلاة. وأم القرآن وإن كان يطلق عليها بمقتضى اللغة سورة من القرآن، فقد غلب علي اسمها المختص بها، حتى أنه إذا أراد أحد أن ينص علي ولا يسميها بهذا الاسم لا يفهم عنه وهي قد غلب علي هذا الاسم، ونحو من الأسماء التي غلب عليها أيضا، كما غلب اسم الثريا عليها وإن كان من جملة النجوم. يعني في نجم كده اسمه الثريا، هو من جملة النجوم، أما أقول لك الثريا يبقى هو النجم المعلوم، مش أي نجم بقى، خدت بالك؟ واحتمل أن يكون الشبه من طريق الاهتمام بها والتحقيق ببركتها والاحترام لها، واحتمل أن يكون الشبه من كونها بوحي من الله تعالى، كما أن الصورة من الله ليس من عنده عليه الصلاة والسلام. واحتمل أن يكون الشبه في التدريس لها والمحافظة عليها والمعاهدة لذلك بما أخبر عليه السلام عن حامل القرآن أنه مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. واحتمل مجموع ما وجهنا، ما وجهناه وأكثر. ونقف على قوله إذا هم أحدكم بالأمر، غدا إن شاء الله. ينفع واحد يصلي استخارة حجتين؟ يجوز واحد يستغل الاستخارة الواحدتين، يجوز، لأن يجوز النيابة في فعل الخير، يجوز النيابة في فعل الخير، والاستخارة من أفعال الخير فيجوز فيها النيابة. سهلة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.